معانا دلوقتي عبر الهاتف من الجزائر الكابتن الكبير كابتن احمد عادل، لعيب او لاعب فريق كره اليد بالنادي الاهلي الفائز اليوم بكاس السوبر الافريقي امام نادي الزمالك والمتاهل الى كاس العالم للانديه. كابتن احمد، الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. الاداء النهارده مباراه كانت مثيره جدا في كل احداثها وكانت صعبه اكيد. طبعا كريم، موضوع الماتشات الديربي دي طبعا بتبقى صعبه جدا، حتى يعني في ماتشات الدوري حتى لو الماتشات مش على بطوله بيبقى الماتش الديربي نفسه ببطوله، فاحنا كل ماتشاتنا مع الزمالك طبعا فريق محترم بتبقى ماتش بطوله، بس النهارده زياده شويه ان في ستريس عشان في فاينل وهم وفي ستريس عندهم وفي ستريس عندنا عشان احنا عايزين نحافظ على اللقب وهم عايزين يرجعوا اللقب، فهو هي دي كانت دي الفكره يعني. امتى حسيت ان المباراه كانت صعبه عليكم او حسيت ان المباراه ممكن تضيع في اي لحظه من اللحظات؟ لا بص، هي اجواء المباراه كلها طبعا صعبه يعني، حتى ركبنا الماتش في اول من الاول وكده طلعنا بسكور 3 وبعد كده هم رجعوا تاني، ما كانش في لحظه انت مش شاكك فيها، انت طبيعي يعني طبعا واثق في كل اللعيبه وبشكرهم جدا على الاداء ده طبعا، بس الماتشات دي بتخلص في اخر دقيقه في اخر ثانيه، طبيعي يفضل طول الماتش في توتر، اللي هيحافظ على نفسه اكتر وقت واللي هيحافظ على الكنترول بتاعه وجوه الضغط ده هو اللي هيكسب طبعا. طيب، في هيمنه لكره اليد في النادي الاهلي في السنوات القليله الاخيره، يعني هيمنه كبيره جدا، النهارده لقب ثالث على التوالي في السوبر الافريقي، تفسر بايه دوت؟ ازاي النادي الاهلي وصل بلعبه كره اليد انه يوصل للهيمنه دي كلها؟ الموضوع كله طبعا هو يعني مقام على منظومه، مش عنصر واحد، ولا هو منظومه كامله، لازم يعني جهاز محترم، لعيبه محترمه، كله بتعليمات في سيستم، ده يعني حتى لما كان في اخفاق السنين اللي فاتت على ما اعتقد كانت نفس المجموعه دي مع اختلاف بسيط، كان في كمان عناصر من عندنا مشيت، وعناصر كانت ممتازه جدا، بس لما جه يعني شخص حط سيستم واللعيبه اتحطت في سيستم واحد، نظام واحد، عارفين بنعمل ايه، بناكل ايه، بنتمرن ازاي، الموضوع ده طبعا انت بتكتسب حاجات اكتر من الفرق الثانيه لو ما عندهمش سيستم او ما عندهمش حاجه زي نظام او بروجرام تمارين، يعني الكلام ده كله فرق معانا كتير جدا جدا، وده ظهر على النتائج بدليل ان احنا نفس المجموعه اللي خسرت قبل كده هي نفس المجموعه اللي بتكسب دلوقتي، فده ظهر للناس كلها ان المشكله ما كانتش في اللعيبه، المشكله كانت في النظام. صح. الموضوع كله طبعا فيه توفيق من عند ربنا، بس انا شايف ان الناس الموجوده اجتهدت جدا، والناس جت على حاجات كتير قوي في حياتها علشان تحاول تجني ثمار التعب السنتين دول يعني. صح.